الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أهلا وسهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة الحج الفضائية ورحمة الله وبركاته مع حلقة جديدة من برنامج سيرة ومسيرة هذه الحلقة سوف تكون مخصصة حول ولادة الإمام الحسين عليه السلام وكل القضايا المرتبطة بهذا الموضوع باسمكم أحبتي المشاهدين أرحب بضيف الحلقة سماحة السيد هذه السلام عليكم سماحه السيد عليكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سماحه السيد الحديث حول الامام الحسين حديث ذو شجون حقيقه، لانه كما تعرفون منذ ولادته الى حين استشهاده كانت احداث كبيره وعظيمه جدا، ولكن نتسلسل معكم في هذه الموضوعات بودي ان اعرف هل يمثل مولد الامام الحسين سلام الله عليه مولد النور المبعوث من الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة وإشراقة من إشراقاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين <applause> قال الله العظيم في كتابه الكريم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي امنا بالله في الحقيقه هنالك <applause> عالمان متداخلان عالم الشهود وعالم الغيب نحن بعيوننا نرى عالم ال شهود ولكن بقلوبنا يمكن ان نرى عالم الغيب. وعالم الغيب هو الذي يتدخل هو الذي يقود هو الذي يحرك عالم الشهود. نعم. لكل حدث من الاحداث شيء في عالم الغيب، حتى بالنسبة لخلق الانسان، اي انسان كان. نحن نرى القضية ببساطتها وان ولاده شخص من بطن امه لكن حينما تنظر الى ما يجري في عالم الغيب تجد ان ملائكه كثيره تتدخل في هذا الامر وتاتيهم اوامر الله عز وجل بقضيه الولاده العاديه فكيف بولاده سيد شباب اهل الجنه في عالم الغيب حقيقة كان حدثا عظيما ولادة الامام الحسين كما كانت ولادة أخيها الحسن ثم ولادة أمه وولادة الإمام علي وولادة النبي. نعم. فكما أن ولادة النبي رافقتها أحداث كثيرة في عالم الغيب وعالم الشهود. فإنه في عالم الغيب لا شك أن الله تعلقت ارادته ان ياتي بروح عظيمه الى هذه الارض وهي روح الامام الحسين سلام الله عليه ولذلك نقرا في الاحاديث والروايات كيف ان بطرس وهو ملك من الملائكه كان الله عز وجل قد غضب عليه في حادثه معينه راى ان الملائكه تهبط من السماء الى الارض فسلم الخبر. يعني هذا هذا الكم من الملائكه يهبطون الى الارض لابد ان حدثا كبيرا يقع ولعله فكر ان القيامه قد قامت ولما سال تبين ان الامام الحسين على وشك ان يولد هذا في عالم الغيب طبعا مساله ان الله عز وجل اراد لعباده الخير وخلق لهم الجنة قبل أن يخلق النار وأقول قبل ليس, ليس من باب الزمن لكن أراد الخير لعباده فكل من يساهم في هداية العباد فإن الله عز وجل خلقه وأتى به إلى هذه الأرض ومن أهمهم الإمام الحسين سلام الله عليه نستطيع أن نقول أن نور الحسين نزلت من السماوات من سرادق العرش نعم الى الارض في الرابع في الثالثه من شهر شعبان نعم من السنه الرابعه للهجره النبويه الشريفه وهذا حدث مهم هذا اشعاع للنور الالهي على البشريه هذا فتح طريق للسالكين الى الجنه للذين يريدون ان يكونوا يوم القيامه برفقه الانبياء والمرسلين اضافه نور من من الانوار يعني للانوار السابقه السابق التي اضيفت في السابق لا شك لا شك فهو نور هبطه الله الى الارض لهدايه العباد نعم ونحن نقرا في زياره الامام الحسين وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهاله وخيره الضلاله يعني تصور ملايين من الناس هؤلاء يهتدون بسبب دم الحسين سلام الله عليه. طبعا الحسين لم يولد في يوم عاشوراء ولم يقتل في في نفس الوقت، لكن ولد قبل وخمسين عاما من شهادته في يوم عاشوراء. هذه المده من الزمن الحسين كان اماما منذ ان ولد وبقي اماما الى حين استشهد، وبقي اماما وقدوه لهذه الامه وقائدا لمسيرتها الى لجنان الله. نعم هذه نور اراد الله له ان يشع على البشريه جمعاء وان يهديهم سواء السبيل. احسنتم سيدنا، طيب سيدنا نلاحظ اغلب الناس اذا ما كان كل الناس اليوم تحتفل بالمولود الجديد. وهذا من طبيعه الناس انها مولود جديد جاء الى الدنيا يحتفلون به لكن نلاحظ عند مولد الامام الحسين وكان هناك مجموعه من الخصوصيات حول هذا المولود نلاحظ ان رسول الله صلى الله عليه واله يبكي في مولد الامام الحسين وهو حين يعني حين ولادته المعروف بين الناس انها تفرح بالمولود. اساسا حينما ولد الحسين سلام الله نعم عليه جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت فاطمة نعم <applause> لكي يؤذن في أذن الحسين في الأذن اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى وحينما أخذ الحسين بيديه نزل السيد ملائكة الله وهو جبرائيل <applause> قال يا رسول الله إن ولدك هذا مقتول مخذول فقال النبي اللهم بارك له في قتله اي اجعل قتله مباركا ميمونا بالطبع كان النبي ينتظر اساسا ولاده الحسن وولاده الحسين لماذا لان الله بشر به في سوره الكوثر عندما كان صناديد قريش وكفار قريش يقولون ان النبي لا عقب له لانه لم يرزق بمولود ذكر وكان الله قد بشر نبيه بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وواحدة من معاني الكوثر هي الخير الكثير الخير الذي لا ينقطع لا ينتهي لكن أيضا في الجانب <applause> الدنيوي فإن النبي كان ينتظر هذه الولادة وأقول ينتظر لأنه رد على كفار قريش قالوا أن النبي لا عقب له ولم يرزق بمولود يذكر به ويرثه لا في الجانب المالي طبعا والمادي وإنما في الجانب المعنوي <applause> فالنبي كان ينتظر لماذا حينما يأتي النبي ويستلم الحسين في يديه نراه يبكي السبب في ذلك أمران الأمر الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بحيرة عواطف النبيلة شأنه شأن بقية الأنبياء والرسل والأولياء هؤلاء ليسوا بلا عاطفة عاطفتهم النبيلة أقوى من بقية الناس كما أن عقلهم أكبر من عقول الناس ولذلك فإن النبي حينما بشر بمقتل الحسين لنسميه بشر بشر بمقتل الحسين قال اللهم بارك له في قتله لكنه كبشر يتألم يتأثر كيف أن أمته الذي أنزل الله نور الحسين من أجل هدايتها أن هذه الأمة تقع في حفرة هلاكها وتتجرأ على أصحاب على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أنهم يقتلون من هو سبب هدايتهم هذا من جهة من جهة ثانية مساله ان النبي بكى هذه مساله جدا مهمه ويذكره كثير من العلماء من السنه والشيعة في ان النبي كان يعرف بان ولده مقتول نعم وكما بشره بذلك جبرائيل اعلمه جبرائيل بذلك و الناحيه الثانيه ان النبي اساسا كل دينه دين الغيب بمعنى أن القرآن كتاب غيب وحديثه عن عالم البرزخ حديثه عن الموت حديثه عن الجنة عن النار عن القيامة غيب في غيب كل هذا غيب في غيب ومن جملة الأمور التي تحدث عنها رسول الله الغيب المعاصر له بمعنى ما الذي سيحدث بعد سنوات بعد عشر سنوات عشرين سنة كان النبي يرى بعينه بعد أقل من نصف قرن من الزمان كيف أن الأمة تجتمع على أهل بيته وتتجرأ في ظلمهم وطغيانهم وهم الذين اهتدوا إلى الإسلام بسبب النبي وقد قال الله من قبل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا في القربة هؤلاء القربة كيف سقطت هذه الأمة بكاء النبي ليس مثل بكائنا يعني لا ينظر إلى الجانب شخصي في المسألة إنما ينظر كيف أن هذه الأمة تسلك سبيل الضلال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بذل كل جهده في سبيل هدايتها الذي قال ما أوذي نبي بمثل ما أوذي النبي وأهل بيت النبي تحمل الكثير في سبيل هداية الناس أساسا الأنبياء يختلفون عن إبليس إذا صح هذا التعبير بالتناقض من إبليس إبليس يريد جميع الناس يدخلون نار جهنم لكن النبي يريد للناس جميعا أن يدخلوا الجنة إبليس يريد للناس ويتبرأ منهم يوم القيامة، أما النبي فيريد لأمته أن تكون أمة فالحة مفلحة وتذهب معه إلى جنة الله ورضوانه فالنبي كان يرى مساله مهمه جدا في حياه هذه الامه كيف ان الحسين يقتل وكيف ان الحسين بقتله يحيي دين الله عز وجل. احسنت يقتل فيحيي دين الله ولذلك قال اللهم بارك له في قتله. انا اذكر دائما لبعض الاخوه ان هنالك اشخاص <applause> حياتهم نعمة وبركة وموتهم نعمة وبركة وهنالك أناس بالعكس حياتهم نحوسية وذل الأمة وموتهم كذلك في مسألة أن الحسين يقتل ويحيا به الدين هذه مسألة كلش مهمة يعني ضمن رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولولا دم الحسين لكان هذا الدين قد تعرض للانحراف ومن ثم الانتكاسة يعني بدل أن يكون سببا لدخول الناس الجنة يكون سببا لدخولهم في النار كما نجد اليوم المسيحية المعاصرة لنا هذه نجد كيف التحريفات التي حدثت في هذه الديانة السماوية التي أنزلها الله على عيسى ابن مريم سلام الله عليه وعليها وليلة رأس السنة مثلا أو في أعياد الكريسماس كم من الذنوب ترتكب باسم السيد المسيح المسيح الذي لم يتزوج كم من حوادث الجنسية المحرمة تقع باسم السيد المسيح الإسلام كان أيضا من الديانات السماوية طبعا ويقول الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسول كان يمكن أن ديانته تتعرض للانحراف ومن ثم يكون سببا لدخول الناس النار وليس الجنة فدم الحسين باركه, باركه الله عز وجل أن جعله سببا لهداية الناس ومعرفة أن هذا الدين الذي من الممكن وحدث بالفعل أن يتعرض للانحراف على يد الحاكمين الظلمة وأنهم يجعلون حكمهم هو الميزان والمقياس وليس الدين هو الميزان والمقياس وجعلوا من انفسهم القانون الديني الشرعي فما يفعله يعتبر شرعيا كيف ان الحسين بدمه استطاع ان يمنع هذا الانحراف في هذه الامه فلذلك النبي يبكي لانه بشر ويبكي لدخول امته النار بسبب عدوانهم على اهل بيته وقتلهم للامام الحسين فبكاء النبي بكاء من جانبين، جانب بشري وجانب غيبي. على امته. طيب سماحه السيد هل توجد اشكاليه في هذه القضيه انه منطقيا وكذلك علميا وكذلك حتى عرفيا نلاحظ ان الناس واي شخص سوي يذهب الى النور اذا كان في الظلمه. يهتدي به سواء كان يعني للمسيره الاجتماعيه كذا للخروج من اي مكان معين القضيه العلميه ان الانسان اذا كان في ظلمه ويوجد نور يذهب الى ذلك النور ليلاحظ الاشياء ليعمل ما يعمل ولكنه يذهب باتجاه هذا النور كيف تلاحظون الاشكاليه الموجوده اليوم حجم الاستجابه الاجتماعيه حجم استجابه الامه لهذا النور الحسيني الموجود بيننا في الواقع هنالك نوران نور معنوي ونور مادي من يجد نفسه في ظلام ويحتاج الى ان يقطع الطريق يبحث عن النور ويتمسك بالنور لكن المشكله ان المطامع والشهوات والرغبات والغرائز قد تطفئ هذا النور الذي اشعله الله عز وجل ولكن الفطرة تبقى تعترف به لا شك شوفوا الآن هل ما نجده في هذا الكون من آيات خلق الله ومن آيات حكمته وقدرته ووجوده هل هذه منعت الناس من الكفر والطغيان والعدوان لا نعم. الناس لأنهم يبحثون عن اللذة العابرة وعن الشهوات الحاضرة لذلك قد لا يبحثون عن النور المعنوي، قد لا يريد <applause> الان وفي هذه اللحظه وفي هذا الوقت. اتذكر مره ركبت في سياره تاكسي في سنغافوره فكنت اريد ان اتكلم مع السائق او الديني، قلت ما دينك؟ قال لا دين لي، قلت ما الذي تعتقد بالنسبه الى الله؟ من تعبد؟ فاخرج مع دولار قال اعبد هذا. المال. الدولار يعبد الدولار <applause> كثيرون من الناس يعرفون لكنهم يغالطون يتنكرون لما يعرفون ربنا في القرآن الكريم يقول في الله شك تقول عجيب يعني صدق في الله شك نعم هنالك شك مع أن القرآن يستنكر وجود الشك في الله نعم. لأن الفطرة السليمة تدعو الناس إلى الإيمان بالمؤثر وليس فقط الإيمان بالأثر انت لو وجدت قلما على الارض تقول من صنع هذا القلم؟ من جاء به الى هنا؟ من يملكه؟ لكنهم يرون الشمس البازغه ويرون القمر ويرون النجوم ويرون ما يرون لكنهم ينكرون وجود من خلق كل هذا، المهم انه لماذا الناس يعيشون في ظلمات والنور موجود ولا يبحثون عنه؟ لانهم لا يريدون هذا النور. لأن هذا النور يكشف لهم عن حقائق وجودهم وتصرفاتهم ويدينهم ولذلك هم لا يريدون الأنبياء والرسل الذين جاءوا إلى الناس وكانوا يقولون شعارهم لا أسألكم عليه أجرا شعار كل الأنبياء لا أسألكم عليه أجر وكانوا يدعون الناس إلى الخير والذين تمسكوا بهم ربحوا دنياهم وربحوا آخرتهم كان النبي يمشي في طرقات مكة ويقول قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم بعض الناس قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم أصبحوا ملوكا في دنياهم بعضهم آمن حقا وقالوا لا إله إلا الله حقا وصدقا وبقلوبهم بفطرتهم صاروا ملوكا في دنياهم وآخرتهم مثل الإمام علي سلام الله وعلا. عليه خمس سنوات حكم خمسين دولة فإذا النتيجة أيضا بينت أن من يتبع النبي لا يخسر وإنما يربح آخرته كما يربح دنياه لكن البعض يغالط يعني إذا كنت تسأل مثلا لماذا بعض الناس يقتلون الأبرياء لماذا يشنون الحروب على الضعفاء الجواب على ذلك لأنهم فطرتهم تمنعهم طبعا لأنهم يبحثون عن المغانم الآنية الآن يريد إضافة أرض إلى أراضيه عند من الأرض ما يكفيه لكنه يبحث عن المزيد الطمع والحرص من الأمور التي تقضي على على وجدان الإنسان وفطرته النور موجود نور النبي نور الإمام علي نور فاطمة الزهراء الحسن الحسين هذا النور موجود أنوار ساطعة الأنوار الساطعة وهذه وهذا الشعر الفضيل ولادات خمسة من الكوكب الدرية من درية رسول الله الإمام لا. الحسين وزين العابدين والعباس وعلي الأكبر وصاحب الأمر بس على كل الله حال خالصري. أريد أن أقول ليس وجود الشيء سبب لكي يبحث الناس عنه ما يريد يتعب مثلا الآن موجود شغل عمل ما يريد يشتغل يريد فهو يطر الناس ويستجدي من الناس بالكف ويعرف أن الاستجداء بالكف والسؤال بالكف حرام الله أكرمك ولقد كرمنا بني آدم لكن ما يريد تعب الروح فلذلك ما يشتغل يدري الشغل سبب لكي يحصل على المال ويحتاج إلى المال ومع ذلك لا يبحث عنه الهداية من الأمور الأساسية في حياة الإنسان لكن البعض لا يريد الآخرة ألغى الآخرة في حساباته وعن اختيار وعن اختيار وعن حرية طبعا ألغى الآخرة من حساباته فقط يريد الدنيا وهم الأكثرية من الناس مع الأسف, مع الأسف. من من الناس يفكر في العاقبة من من الناس يفكر في ما بعد الموت من من الناس يفكر في الجنة والنار قليلون جدا أغلبهم لا يبحثون عن ذلك يبحث عن هذه الدنيا وهذه اللحظة يعني مثلا الشاب الذي لا يريد الزواج يبحث عن الحرام مع أنه يعرف أن هذا الحرام يضره ولا ينفعه لكنه يبحث عن الحرام لأنه يبحث عن اللذة العابرة السريعة التي يمكن أن يحصل عليها كم من الأميين على وجه الأرض الذين لا يعرفون القراءة والكتابة كثيرا. لماذا لا يدرسون لأنه يريد تعب الروح لكي تحصل على الآخرة وتحصل على مغانم ونعم الآخرة فإن عليك أن تدفع ثمنا لا يريدون أن يدفعوا الثمن حينما نقول ان الامام الحسين نور لا يعني انه يكفيك عن البحث ويكفيك عن العباده ويكفيك عن الطاعه، ابدا لابد ان تعمل كما عمل الحسين ان تتخذ منه قدوه واسوه لا يريد كل ذلك ولذلك لا يريد هذا النور. احسنتم سيدنا على هذا البيان الرائع والجميل، احبتي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم. اهلا وسهلا بكم مره اخرى احبتي مشاهدي قناه الحجه الفضائيه وحديثنا الشيق حول ولاده الامام الحسين مع السيد هادي المدرس سماحه السيد تطرقنا قبل قليل الى موضوع بكاء النبي صلى الله عليه واله عند مولد الامام الحسين هل كان ذلك مختصا بالشيعة وتبشيره بهذا المقتل في الحقيقه الروايه او الروايات في هذا المجال كثيره جدا وهي مروية في الكتب الصحيحة للطائفتين نعم. أو الفريقين مثلا في المستدرك عن الصحيحين للحاكم النسابوري يقول دخلت عن الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله فقالت يا رسول الله إني رأيت حلما منكرا الليلة نعم. فقال ما هو قالت إني إنه شديد يعني حلم ما أقدر أذكره شديد كان قال ما هو قالت رأيتك أن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فيكون في حجرك فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله ثم تقول فدخلت يوما على رسول الله فوضعته في حجره الحسين ثم حانت مني التفاته شوي التفتت فإذا عينا رسول الله تهرقين من الدموع دموع يبكي نعم. فقلت يا نبي الله بأبي انت وأمي ما بالك؟ شنو صاير تبكي؟ قال أتاني جبرائيل عليه الصلاه والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا فقلت هذا؟ فقال نعم وأتاني بتربه من تربته حمراء وقال الحاكم في هذا الحديث هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وايضا عن ام سلمه ان النبي قال يعني الروايه مرويه عن عائشه وعن ام سلمه ان النبي قال لاحداهما لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها ملك عظيم من ملائكه الله نعم. فقال لي ان ابنك هذا حسين مقتول وان شئت اريتك تربه الارض التي يقتل بها فاخرج تربه حمراء وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبيه أنه سار مع علي أبو هذا الرجل عبد الله عبد الله نجي يقول سار مع علي وكان صاحب مطهرته كان يشيل الشيء اللي الإمام علي توضى به فلما حاذى نينوى لا. يعني الإمام علي في طريقه إلى صفين مر بكربلاء نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي أصبر أبا عبد الله اصبر ابا عبد الله. اصبر بشط الفرات، قلت وماذا؟ شنو هذا الكلام؟ إل من قال دخلت على النبي الامام علي نعم وهذا حديث من مسند احمد بن حنبل دخلت على النبي ذات يوم وعيناه تفيضان فقلت يا نبي الله اغضبك احد؟ ما شان عينيك تفيضان؟ قال بل قام من عندي جبرائيل قبل قبل شوي يعني فحدثني ان الحسين يقتل بشط الفرات فقال هل لك الى ان اشم اشمك تربته؟ قلت نعم فمد يده فقبض قبضه من تراب فاعطانيها فلم املك عيني ان فاضتا. النبي صلى الله عليه واله وسلم يتحدث عن الغيب والغيب ليس فقط عالم البرزخ والموت والقيامه والجنه والنار. ما سيحدث لهذه الامه. وكثيرة هي الروايات التي يتحدث النبي فيها عن الغيب بالنسبة إلى هذه الأمة ولادة الحسين حدث مهم في دين الله ومقتل الحسين حدث مهم في تاريخ هذه الأمة لأن الأمة انقسمت بعد ذلك إلى جماعة يتبعون الحق وجماعة يتبعون الباطل والحسين هو المقسم كما كان أبوه عليه السلام مقسما بين الحق والباطل والخير والشر والإيمان والنفاق طيب سيدنا بالنسبة لكل هذه الروايات وتأثيرها الكبير في النفوس أن هذا المولود الرؤية الغيبية تقول أنه سوف يقتل وما يقتله هي أمك هل عرف النبي الأمة آنذاك بمصير هذا المولود بأنه يعني صار شاع لهذه ال الروايات بانه عرف الجماهير مثلا في خطب الجمعه عند الصلوات بان هذا المولود ابن الامام الحسين سوف يقتل في كربلاء ويعرف كل الجماهير وتتوالى القضيه الى ان تحدث قضيه كربلاء فالقضيه معروفه لان هناك بعض الاشكاليات التي يطرحها البعض ان لماذا تم الاعتراض على الامام الحسين وانك لماذا تذهب الى كربلاء ولماذا تاخذ معك اهل بيتك اذا كانت القضيه منذ زمن الرسول إلى الإمام علي إلى الإمام الحسن القضية معروفة ومشهودة للجميع عبر هذه الروايات أساسا عند أهل البيت نعم. وعند كثير من الصحابة كان معروفا أن الحسين نعم. هو شهيد هذه الأمة نحن نعتقد أن الحسين قربان الله عز وجل وكما أن الله عنده أمور يطالبنا بان نقتدي به وفي الروايه تخلق باخلاق الله ايضا الله عنده قربان ويطالبنا بالتاكيد بالقربان ايضا فديناه بذبح عظيم والذبح العظيم كان هو الحسين بل عندنا في الروايات ان الله خلق القلم وامر ان يكتب فاول ما كتب قتل الحسين وثاني ما كتب نصر الحسين نحن نقرا في الدعاء المعروف في يوم ولادة الحسين سلام الله عليه هذا الدعاء جميل جدا نعم يقول فيها اللهم إني أسألك بحق المولود اللهم إني أسألك بحق المولودة في هذا اليوم نعم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ولما يطأ لابتيها قبل أن يأتي إلى الدنيا فكنت السماوات والأرض قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته الحسين سلام الله عليه كان معروفا أنه يقتل كما أن الإمام علي سلام الله عليه أيضا كان معروفا أنه سيقتل وقد قال لا. النبي للامام علي انه تخضب لحيتك من دم راسك ولذلك كان يقول متى ياتي اشقاها حتى تخضب هذه من هذا. قضيه انه كان معروف معروف، بس هل الامه اطاعته؟ يعني شوفوا كم من روايات واحاديث في فضل اهل البيت كافراد او كمجموعات. نعم. يعني في فضل علي وفي فضل فاطمه وفي فضل الحسن والحسين. هل انصفت الامه؟ بعد رحيل رسول الله مباشرة لم أهل بيت النبي لم هل أنصفوهم ما أنصفوه يعني تصور أن النبي ترك من خلفه من الذرية المباشرة فاطمة بنت خديجة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله نعم. وهذه المرأة بعد أن مات أبوها مفروض يأتون يعزون حسب تعبيرنا يأخذون خطرها هل فعلوا ذلك مثلا أو لم ليس فقط لم يفعلوا وإنما تجروا أكثر من ذلك نعم. الكلام هو هل مجرد أن يعرف الناس معناه يتبعون لا نحن نظن أن الناس على فطرتهم لأنك أنت على فطرتك فتقول ما دام أنا على فطرتي فإذا رأيت خطرا أبتعد عنه وإذا رأيت نورا أقتبس منه لكن الناس ليسوا كذلك نعم. أغلبهم مو من هذا النوع ألا يعرفون النبي ألم يظلموا رسول الله يعرفون وحاولوا قتله مرارا في أيام مكة وبعد مكة وجيش الجيوش وهو منهم من قومهم أتاهم بخير الدنيا والآخرة ومع ذلك هل ابتعدوا أو ساندوا النبي أبدا قريش أول من ظلمت رسول الله وظلمت الإمام علي هم الذين تآمروا على رسول الله أبو سفيان كان شيخ المؤلبين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل أن مجرد أن هذا نبي وأن هذا على حق وأنه يدعو إلى خير الناس معناه الناس يتبعونه ليس كذلك لأن إبليس حاكم على قلوب بعض الناس هنالك أناس يتبعون إبليس وقد سلموا أمرهم للشيطان جملة وتفصيلا والقرآن يقول كتب عليه إنه من تولاه فإنه يضله ولا تتبعوا خطوات الشيطان هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام للمسلمين للمؤمنين، هل هنالك من يتبع خطوات الشيطان؟ نعم كثير يتبعون وسوره المنافقين نزلت في عهد رسول الله نعم ومن حولك من الاعراب من العرب منافقون، انت ما تعرفهم، انت لا تعرفهم، يعني النفاق هي مشكله هذه الامه، ولذلك القران يقول هم العدو قاتلهم الله، العدو الحقيقي هؤلاء الذي ياتيك في سوره نعم. الصديق هناك من يريد الدنيا لمصالحه الآنية وهناك من يبحث عن الآخرة والدنيا معا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكن هؤلاء لم يكونوا يبحثون عن الآخرة أحسنتم سيدنا طيب إذا أردنا قليلا أن نبتعد عن القضايا التاريخية ونعود إلى اليوم إلى المعاصرة كما يسميها البعض هل درجة الاحتفال واستجابة الجماهير وبالتفاعل مع يوم مولد الإمام الحسين. تعرف القضية تتغير والعادات أيضا تتغير والتقاليد أيضا من زمن إلى زمن من مجتمع إلى مجتمع يعني في السابق كان الاحتفال مثلا على نمط معين اليوم ممكن على نمط مختلف. تكلمت قبل قليل حول الاحتفال الذي يحدث في مناسبة مولد السيد المسيح وأنه لم يتزوج لكن كم من المعاصي ترتكب باسمه هل تلاحظون ان هناك بعض الاشارات التي نستطيع ان نؤشر عليها اشارات سلبيه تحدث في يوم مولد الامام الحسين ام ان الاستجابه استجابه طبيعيه ومناسبه وسليمه تناسب يوم وقداسه والمبادئ التي ثار من اجلها الامام؟ الحقيقة لابد ان نسعى ان تكون استجابتنا لكل الحوادث مناسبة مناسبة لديننا وقيمنا ورسلنا وما جاء به الانبياء والرسل نعم ان نسعى الى ذلك ولكن طبيعي احيانا الدعوات الشيطان تؤثر في بعض الناس يعني مثلا الثالث من شعبان المعظم دي هنالك مناسبة مناسبة عيد الحب نحن عندنا الحب الاساسي هو حب الإنسان لربه والذين آمنوا أشد حبا لله لكن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة نعم. إلى آخره الحب الحقيقي هو أن تحب الله أن تحب رسول الله أن تحب أهل بيت النبي أن تحب الحب الذي ينفعك في دنياك وأخراك وليس الحب الذي هو استجابة غريزية لـ يعني استجابة غريزية لبعض المسائل المادية هذا مو حب هذه غريزة تأتي وتذهب لكن الحب الحقيقي هو أن يحب الله أن يحب الإنسان ربه وأن يحب نبيه وأن يحب أهل بيته الذين ضحوا بأنفسهم من أجله هل الاستجابة هي استجابة مناسبة؟ أقول لا بد أن نسعى أن تكون استجابة مناسبة وإلا نكون قد خسرنا انظر الحسين نور رباني جاء لكي يصلح لنا في الدرجة الأولى آخرتنا ثمانين بالمئة لآخرتنا نعم عشرين بالمئة لدنيانا هذا هو المقدار الطبيعي الذي لا بد أن يعني يهتم الإنسان بنفسه بماله بكل أموره بكل شؤونه ثمانين بالمئة يهتم بآخرته فيها عشرين بالمئة لدنيا نعم آه قارون حينما امتلك ما امتلك من الأموال ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه قارون هذا المليونير اذا صح التعبير او الملياردير نعم. في زمانه هذا قارون الذين كانوا مؤمنين يقولون وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره نعم لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا 20% لدنياك 80% لاخرتك في كل امورنا في كل شؤوننا في كل ما نملك وكذلك فيما يرتبط بعلاقتنا وارتباطنا بالله بالنبي بأهل البيت. 20% لدنيانا نعم لكن 80% لاخرتنا والسبب ان الدنيا تنتهي والاخره خير وابقى. الشيء الذي ينتهي نستغله ونستفيد من لما يبقى وليس للزائل. الدنيا على كل حال زائله، شهواتها زائله، ملذاتها زائله، غرائزها زائله، كل هذا زائل. لكن الذي يبقى هو ما يرتبط بالآخر نحن يجب أن نحتفل بميلاد الإمام الحسين احتفالا يتناسب مع مقام الحسين الشامخ مع هذا الدين العظيم مع القيم والمثل التي جاء بها الأنبياء والرسل نعم نفرح مثلا في شهر شعبان أساسا ما عندنا مناسبة مقتل أحد الأولياء الأنبياء أو الأئمة سلام الله عليهم ولذلك يعتبر شهر الفرح والسرور شهر شعبان ويقيم شهر شعبان نعم ويقيم الناس فيها احتفالات مناسبات الزواج جيد انه تصير الزيجات في شهر شعبان شهر البركه شهر الخير وشهر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما في الاحاديث والروايات وهنا اسمحوا لي اتكلم قليلا عن شهر شعبان في يوم من الايام نعم. الإمام علي سلام الله عليه خرج من المسجد نعم. فرأى أن قوما جماعة من المصلين خلفه أو ما كانوا مصلين المهم أن قوما يتجادلون في أمور لا ارتباط لهم بها في أمر القضاء والقدر فوقف عليهم وقال أيها المتكلمون فيما لا يعنيهم ما يعنيكم أتدرون أنكم في شهر شعبان؟ أو تدرون ما معنى شعبان؟ أي تشعبت فيه الخير رب العالمين مقرر شهور اللي في عالم الغيب هي شهور البركة والرضوان والغفران وإلى آخره هذا الشهر مو كلام البطالين هذا شعر العبادة لذلك في الروايات من يقول سبعين مرة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو أسأله التوبة في كل هذا الشهر سبعين مرة يذكر هذا الذكر يكون الجواز له على الصراط نحن نعرف قيمه هذه الروايه يوم اللي نكون على الصراط يمكن ان تسقط في نار جهنم فاذا استطعت ان تعبر فانت في جنه الله الى ابد الابدين الامام الحسين الائمه يقولون هذا شهر الطاعه هذا شهر العباده هذا شهر الارتباط برسول الله لان الله جعل شهر رجب شهره وجعل شهر شعبان شهر رسوله وشهر رمضان شهر امه النبي يعني الرحمة تنزل من السماء في شهر رجب ثم في شهر شعبان من خلال رسول الله إلينا وينقذنا الله عز وجل بطاعته. بشكل يختلف عن بقية الشهور. اه اساسا احنا عندنا شهر رجب وشهر شعبان مقدمة لشهر رمضان. نعم. ولذلك من اسماء شهر شعبان شهر الجيران، شهر الجيرة. لأن شهر شعبان جار شهر رمضان. جار نعم. وشهر مهم، شهر الطاعة. شهر اللي العباده البسيطه تعطي ثواب كثير جدا. نعم احسنتم. نحن في رواياتنا ان اعمال العباد تعرض على صاحب الامر عدل الله عجل تعالى الشريف ثلاث مرات في الشهر، اول الشهر وكل يوم اثنين وخميس وفي شهر شعبان. يعني هذا الشهر تراجع تاريخك تتوب الى الله فيه وتلتزم ببعض العبادات والله يوفقك ايضا في هذا المجال. شهر شعبان شرف أيضا بولادة الإمام الحسين الذي منع انحراف هذه الأمة عن دينها وعن رسالتها وولادة الإمام زين العابدين وولادة العباس عليه السلام مم. وولادة علي الأكبر وولادة صاحب الأمر, الأمر هذه الذكريات الجميلة حقيقة تدفعنا لكي نهتم بدنيانا لكن بمقدار 20% لا انه في شهر شعبان نذهب وراء الفسق والفجور اعوذ بالله او نذهب وراء الدنيا وحدها بدون الاخره نحن باستطاعتنا في كل عمل نقوم به ان تكون خطوه باتجاه الاخره في نفس الوقت خطوه باتجاه الدنيا مثلا انت حينما تنوي عملك لله فكل ما تقوم به يتحول الى عباده اول الصبح تريد ان تسترزق الله عز وجل وتبحث عن المال ل فيه على عائلتك لكن حينما تنوي لله لأن الله أمرك بذلك فكل ما تقوم به عبادة المرأة في البيت وهي في المطبخ وتطبخ وكذا إلى تنوي في سبيل الله لأن هذا العمل فيه ثواب أجر أن تخدم زوجها أن تخدم أولادها أن تخدم نفسها والله أمرنا بأن نأكل وأن نشرب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فالطبخ ما لا يصير عبادة كأنها تذكر الله كأنها تصلي صحيح. صلاة مستحبة شهر شعبان شهر مبارك وهذا الدعاء الذي يقرأ بعد الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق إلى أن نقول اللهم عن شهر شعبان, شعبان وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه من جملة أسماء شهر شعبان شهر الشفاعة لأنك تحصل على شفاعة تستحقه شفاعة رسول الله نعم في هذا الشهر بشرط أن تسير خلفه نعم أن تكون معه أن تتخذه قدوة لك إذاً هو شهر الخير الذي يجب أن يتزول فيه الناس من هذا الخير الكثير الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى عبر هؤلاء الاطهار. أه سماحه السيد كيف للمجتمع اليوم، تعرف اليوم نحن نعيش في عصر التكنولوجيا، الشباب اكثر الشباب اليوم يذهبون خلف التطور الموجود اليوم، التطور التكنولوجي تلاحظ الاعلام المفتوح في السوشيال ميديا واهواء الشباب مختلفه، كل له أه رغبه معينه يود ان يعملها. كيف نستطيع؟ أن نزود هذا المجتمع وننشر مبادئ وقيم الإمام الحسين التي جاء بها وضحى من أجلها هنالك كلمة لأحد العلماء علمائنا يقول لا ينتشر الإسلام إلا من حيث انتشر الكفر نعم كما أن الكفر ينتشر عبر شاشات التلفاز عبر عبر النت عبر السوشيال ميديا كذلك يمكن أن ينتشر الخير ها الشباب الذين بأيديهم هذا الهاتف النقال الموبايل باستطاعتك أن تستفيد من هذا الموبايل وتتقرب إلى الله بأن تقرأ فيها الكتب النافعة تقرأ فيها الأدعية تقرأ فيها الزيارات، وباستطاعتك أن تذهب وراء المحرم في هذا الجهاز يعني إحنا لازم نستفيد من التقدم التكنولوجي. في سبيل نشر مبادئنا وقيمنا ومثلنا وما ينفع الناس. لا مصلحه لعالم من العلماء، لا مصلحه لاحد من المؤمنين بان يهتدي احد الشباب، انما مصلحته هو نعم. في ذلك. صحيح. والا أيّة مصلحه لي حينما اقول للشاب كن من الصالحين، كن من الصادقين، كن من الابرار. اعمل حتى تكون من صحابه رسول الله، ان تحشر مع رسول الله وفي درجته. ما عندي مصلحة فيه لكن المصلحة له نحن نريد الخير لجميع الناس وهذه الوسائل يمكن الاستفادة منها في سبيل ما هو خير ما فيها صلاح الأمة تعرفون هنالك على الأقل مائة مليون كتاب في داخل النت يمكنك أن تقرأها وتستفيد منها في مختلف المجالات غير المقالات لا. غير المقالات وهي بمئات الملايين لكن الذي يترك كل ذلك ويبحث وراء اللذه العابره وهو يعرف انه يرتكب حراما وهو يعرف انه يضيع عمره في ذلك بالساعات احيانا وهو يعرف كل ذلك هذا يضيع عمره يضيع نفسه بينما باستطاعته ان يجدها وان يستفيد منها وان ينمي ينمي شخصيته ومن ثم يطور نفسه ويتعلم النجاح والفلاح والتقدم المادي والمعنوي كله عن هذا الجهاز عن طريق هذا الجهاز لكنه إذا لم يذهب فهو الخسران وليس العلماء والأنبياء والأولياء أحسنتم سيدنا الحديث معكم شيق جدا وخصوصا إذا كان حول الإمام الحسين عليه السلام أحبتي المشاهدين إلى هنا أصل نهاية هذه الحلقة على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته o